هاي العملية ايش قد تتأخر؟ والله حسب المواطن، إذا كان حاجز ما يتأخر ثواني يعني، مباشرة بس ندق اسمه بالحاسبة أو رقم الموبايل، فمباشرة يظهر اسمه ومعلوماته كاملة بياناته، فبس نرفع البيانات ماله إذا كان جرعة أولى أو كان جرعة ثانية. بس إذا كان ما حاجز فشوية شوية يعني شوية أخرنا بصراحة. ذكروا لي بعض المراجعين إنه جايين من المحكمة، هل هذا يشكل عليكم زخم؟ وش نعم. الزخم اللي بالفعل هو هذا اللي يسبب عندنا زخم، لأن يعني هسه المحكمة ما عتفوت، فيجي المواطن يقول أنا عندي محكمة اليوم آخر يوم، فيقول لازم ألقح، فإحنا أغلب المرات عن سهل المهمة يعني، بس أغلب المرات بس عيوجهم على باب البيض يعني، إحنا عندنا تقريبا 90 أكثر من 90 منفذ بالموصل. فدائما بالمحكمة يدزوهم على باب البيض بالذات، فإذن سبب إرباك بالعمل وزخم حيل يعني. مركز صحي باب البيض. حاليا انت تتحدث عن إجراءات بالنسبة اللي يريد يسجل على اللقاح، الإجراءات الروتينية، تقديم على الرابط الألكتروني قبل تقريبا قبل موعد اللقاح بيومين ثلاثة، فيرفعون اسمه البيانات على الوزارة، يجي إشعار من الشركة على الموعد المحدد للجرعة المستحقة يعني موعد اللقاح. إذا أخذ موعد وجاهوني هاي العملية التلقيح حش قد تتأخر؟ ما يتأخر بيها 10 دقائق، بس إذا ما عنده حجز يتأخر. يعني هم تحجزون؟ كان عندنا الرابط نحجز نقدم، بس حاليا الرابط الجديد بس يرفعونا أسماء الحاجزين من الوزارة. هاي البطاقة تعطوها بأول لقاح لو باللقاح الثاني؟ هذه اللقاح الأول وموعد للقاح الثاني، وحاليا اعتمدوا البطاقة الدولية دائرة الصحة نينوى مركز التأهيل. هذه من يكمل الجرعة الثانية. نعم. عنده جواز سفر يراجعهم خلال ساعتين يأخذ بطاقة دولية. أعتقد حتى الدوائر الحكومية ما تدخل إذا ما عندك هذه. ما تدخل، ممنوع. أي دائرة حكومية أي مراجعة ما يدخل إذا ما عنده بطاقة تلقيح. المحكمة. الإقبال شو؟ الإقبال جيد يعني. أنت تلقحين للنساء؟ نساء ورجال. نساء ورجال. إقبال المواطنين شو؟ والله أحسن من قبل بوين. شوكم شباب أيضا؟ طبعا شباب كبار السن. عندكم نقص بالمواد الطبية اللوجستية؟ لا 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 الحمد لله. اللوجستية قصدي الانترنت الحاسبات يعني في إدخال البيانات؟ لا الطبية البيانات موجود، كله موجود. الطبية اللقاحات متوفرة؟ لا لا ماكو شحة بها، كله موجود. سجلت تقريبا كان 4 أيام وإن شاء الله سجلنا شرايا وقلع على حاسبه.